مع ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولجة شمال غرب بيت لحمة وهدمت 4 منازل للمواطنين بحجة البناء دون ترخيص ليضحي عشرات الفلسطينيين. أول ما بنينا كان عندنا ذعر وخوف، ليش كل يوم نستنى حكم، كل يوم نستنى قرار، كل يوم استئناف. ما كانوا يبعدونا الاستئنافات، كل أسبوعين قرار حكم استئناف، يعني طول الشهر منحس حالنا إنه يمكن اليوم يجي يهدوا، يمكن اليوم يجي مثلا يجوا عنا البلدية. كانوا أواعينا جاهزات دائما في كياس عشان أي وقت يجي مثلا خلص نحمل أغراضنا وأغراض أولادنا ونطلع. دخلوا البيت، يعني البلدية الاحتلال في أي وقت بدها تيجي وتهد البيت. بلشنا نطلع في العفش من البيت للصبح، واحنا نطلع واللي لحقنا واللي ما لحقنا شيء خليناه في جوا البيت واجوا هدوا لنا البيت الصبحيات. قوات الاحتلال اجبرت المواطنه حنان الرازم على هدم منزلها بيدها، الا ان اهالي القريه تصدوا لذلك ومنعوها من مواصله الهدم بعد هدم جزء منه. مطلبي انه يبقى يعني شيء بالمعقول، يعني يعطوا بدهم ماشي ما نبنيش، يعطونا رخص اللي نقدر نبني، منين يقولوا لنا منين نقدر نجيب الرخص بنروح بنجيب. هذا هو. وعلى اثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفه اطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافه تجاه المواطنين بشكل مباشر، ما ادى الى وقوع عده اصابات. الاخوه اللي هدمت منازلهم على طول هيك مباشرة كان بدأوا بإطلاق قنابل الصوت، قنابل الغاز، عيرية الرصاص المطاطي، وفي رصاص حي كمان. أخرجوا المواطنين من منازلهم بالقوة الجبرية، يعني مش بالقوة، يعني مش مجرد إنه بس يمسكوا واطلعوا وجر على الأرض ولا شيء، كان في ضرب، كان في تكسير، كان في يعني اعتداء، زي ما حكيت لك اعتداء شرس. اللهم صل على سيدنا محمد. في اصابات كثيرة، الاصابات اللي وصلت المستشفيات 13 اصابة، بعض الاصابات تعالجت على في المكان. لا عزعمات عربية ولا على اي شخص الدنيا، يعني انا بالنسبة لي بحكي من كل يعني بكل ضمير التوكيل على الله. هذا المخطط القدس الكبرى، فتم قضم وضم جزء من قرية الولجة لحدود بلدية ما يسمى ببلدية الاحتلال، بلدية القدس. دخل حي كامل بمساحة تقريبا 3000 دنم في حدود بلدية القدس، وهو الحي المسمى حي عين جويزة، واللي هو الحي اللي اليوم قاعدة بتتم فيه عمليات الهدم وعمليات تطهير عرقي بمعنى الكلمة. على مدار هذه السنين من سنة 1985 لغاية اليوم تم هدم ما يقارب 45 منزل في هذا الحي. وتنتهج حكومة الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين الواقعة في مناطق سي بحجة عدم الترخيص، والذي لا تمنحه سلطات الاحتلال للفلسطينيين بهدف الضغط عليهم وإجبارهم لترك منازلهم وأراضيهم. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار من قرية الولجة شمال غرب بيت لحمة، فلسطين المحتلة.